وقعت وزارة النقل بروتوكول تعاون مع بنوك مصرية لدعم الهيئة العامة للطرق والكباري بمليار و800 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. وأشار وزير النقل كامل الوزير إلى أن أعمال التطوير ستسهم في رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات. تشمل أعمال التطوير المسافة بين محور المريوطية وحتى الأوتوستراد، وتتضمن توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بدلاً من 4، وتوسعة عدد من الكباري والأنفاق. إن تطوير الطريق الدائري زي ما احنا عايزين يبقى بدل ما هو 4 حارات و4 حارات بنوصله دلوقتي إلى 7 حارات و7 حارات باستحداث طريق خدمة على جانبي الطريق الحالي. طبعا ده محتاج تكلفة مالية كبيرة جدا، تقريبا تصل إلى 4.5 مليار علشان نطور الطريق الدائري أو نستكمل تطويره، لأن احنا فعلا بدأنا من ميزانية الدولة ومن مواردنا في هيئة الطرق نشكل الطرق الخدمة اللي أنا اتكلمت عليها دي في قطاعات كتيرة، ومن ضمنها القطاع من الأوتوستراد، وحتى تقريبا دلوقتي وصلنا لحد طريق مصر السويس ومعدينه نصل الى طريق مصر الاسماعيليه عشان نخلي الطريق عدد حاراته تستوعب الكثافه المروريه الزياده.